فازت بالاستضافة صديقتنا بنتك محمد. ونتمنى الأسبوع القادم تجينا بتول محمد ومستضيفنا يوم الثلاثاء بثلاثة ونص بالصالحية شبكة الإعلام العراقي إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أصدقائي عم عمر دي أشر لي ويقول خلص وقت البرنامج. أنا هسه راح أقول لكم لا تزعلون لا تضوجون الأسبوع القادم نفس الوقت ونفس التردد من إذاعة جمهورية العراق من بغداد. إحنا ننتظركم وإحنا وياكم راح نلتقي. تقبلوا تحياتي أنا معكم مياد المنصوري وتحيات عمو عمار قيس وهذه الأغنية منا إلكم. باي باي.